شو رأيكم يا جماعة؟ بنحب الله، حب الله هو اللي بيبقى، حب الناس بيزول، حب الله هو اللي يعطينا النتيجة، وحب الناس ما يقد لا يعطينا شيء. تعالوا حتى نعيش الصداقة مع الله. قديش عندكم أصدقاء؟ فلان صديقي وفلان صديقي وجماعة أصدقائي، بس في صديق ما عم نحافظ على صداقته، هو الصديق وقت الضيق، هو اللي خلقنا وهو اللي رزقنا وهو اللي بيحن علينا أكثر مما حن أبونا وأمنا.